شكله غريب، ده شكله صخرة في الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. What's going on? الكثير من النظريات انتشرت عبر الانترنت حول هذه الظاهرة الغريبة والنادرة، وفي الأيام الماضية تم تداول مجموعة من الصور والفيديوهات لجسمين دائرين في السماء عبر الانترنت. تم رصد هذه الظاهرة في الإمارات، وهي الآن منتشرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. لم يتم التأكد من موقع الأجسام بعد، لكن هناك بعض التخمينات أنها ظهرت في منطقة القدرة في دبي، إلى جانب مناقشة النظريات والفرضيات حول حقيقة هذه الظاهرة الغريبة. الفرضية الأكثر رواجا تسمى القمر المزدوج، وهي أن بعض الكواكب تظهر بحجم القمر بسبب اصطفاف نجوم خلال هذه الأيام. يقول بعض الخبراء أن هذا التوافق بين القمر والكواكب نادر الحدوث، ويحصل مرة كل 800 عام. حتى الآن لا يوجد تحليل قاطع لهذه الظاهرة، وننتظر المزيد.